أهلا بكم مشاهدي نشرة اليوم الأخبار من قناة سامراء الفضائية، والبداية مع العناوين. الكاظمي الشهيد الخزرجي كان مجدا ووطنيا في كل الواجبات والمهام التي أوكلت إليها. تركي يطالب بدعم الحكومة لإقرار موازنة 2020. والشمري قوة من العمليات المشتركة ستصل قريبا لمسك منفذ زرباطية. مختصون يشددون على ضرورة أن تستقطب الحكومة الكفاءات لإدارة مؤسساتها. حياكم الله. عزى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باستشهاد آمر اللواء 59 العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي، والذي استشهد في قضاء الطاربية شمال بغداد. وقال الكاظمي في بيان لمكتبه الإعلامي أنه ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ استشهاد المغفور له العميد الركن علي حميد غيدان الخزرجي آمر لواء 59، والذي عمل في خدمة العراق بكل تفاني وإخلاص وشجاعة، وكان مجدا ووطنيا في كل الواجبات والمهام التي أكلت إليها، والذي تعرض إلى إصابة شديدة أثناء أدائه الواجب. عدى النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي استشهاد آمر اللواء 59 بالجيش العميد الركن علي الخزرجي بأنه جرس انذار في مناطق محيط بغداد. وقال الكعبي في بيان: سبق وأن حذرنا لأكثر من مرة بعدم التهاون أو التراخي في المناطق التي تعتمدها العناصر الإرهابية كمناطق آمنة ومستقرة لهم، معتبرا أن استشهاد الخزرجي يعد جرس انذار في مناطق محيط بغداد والتي بات من الإلزام تعاون مواطنيها وعشائرها للكشف عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم. وأضاف أن مصدر المعلومة الاستخبارية الأهم هو المواطن نفسه ومدى تعاونه مع القطاعات الأمنية المسيكة. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي النائب محمد الكربولي أن مجاميع مسلحة تحاول استغلال استشهاد آمر لواء 59 العميد الركن علي حميد الخزرجي من أجل تأزيم الأوضاع وتهجير المواطنين بحجة الإرهاب. وقال الكربولي في تغريدة على تويتر أن مجاميع مسلحة تحاول استغلال استشهاد آمر اللواء 59 البطل، وذلك بالرد بقصف عشوائي على المناطق السكنية في منطقة الطارمية بتخطيط واضح وإعداد مسبق بقصد تأزيم الأوضاع وتهجير المواطنين بحجة الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب والسلاح المنفلت يدمران الوطن. طلب رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي السبت مجلس النواب دعم الحكومة للإسراع بإقرار موازنة 2020، مؤكدا أن الأضرار المالية يمكن أن تزيد في حال استبعاد إقرارها. وقال تركي في حوار متلفز إن استبعاد إقرار قانون الموازنة العامة يمثل غيابا لإجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة إصدار موازنة 2020 وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها، فهي أقل ضرورا من عدم إصدارها. وأضاف تركي أن الموازنات الاستثنائية أو الشهرية التي يجري الحديث عنها حاليا ليست بديلا عن الموازنات العامة، إذ يعالج النوع الأول الاستثناءات التي ترد أثناء الصرف لظروف غير طبيعية تمر بها المالية العامة، معربا عن خشيته أن يستمر الإنفاق لهذا العام من دون قانون موازنة. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية السبت عن رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرض السيطرة على منفذ جريشان الحدودي مع الكويت والذي تسيطر عليه القوات الأمنية، مبينا أن القوات العراقية المتواجدة في المنفذ مهمتها فتح وغلق المنفذ فقط. وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح متلفز إن منفذ جريشان الحدودي
يربط الكويت بالعراق ويمر بالخط السريع ومسيطر عليه من قبل قوات التحالف الدولي، مبينا أن قوات التحالف تقوم بنقل كافة معداتها العسكرية والدعم اللوجستي لجميع قواعدها الموجودة في العراق عبر هذا المنفذ. وأضاف أنه لا توجد سيطرة عليه من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية، وتوجد فيه مفرزة حدودية فقط واجبها فتح البوابات وغلقها، مؤكدا أن لجنة الأمن والدفاع لديها اجتماع الأسبوع المقبل وسيطرح الموضوع بشكل رسمي من أجل سيطرة الحكومة على هذا المنفذ. قال عضو مجلس النواب كاظم فنجاني الحمامي السبت إن منفذ جريشان مع الكويت مخصص للأمريكان. وقال الحمامي في تصريح متلفز إن أغلب المنافذ في العراق ليست تحت سيطرة الحكومة، وأن المنظومة الإدارية الخدمية في المنافذ منظومة فاسدة، مبينا أن وزارة الداخلية لديها في أم قصر 7 تشكيلات وعليها اختزال وجودها لتوحيد عملها، وعلى الوزراء المعنيين متابعة المنافذ الحدودية باستمرار. أكدت هيئة المنافذ الحدودية أن هدف الزيارة لمنفذ زرباطيا في محافظة واسط والحدود مع إيران تأتي لفرض هيبة الدولة وتحقيق موارد مالية. وقالت الهيئة في بيان إن رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري تفقدا منفذ زرباطيا الحدودي مع إيران في محافظة واسط. وأضافت أن الوائلي والشمري عقدا اجتماعا مع قيادة المنفذ الحدودي للاطلاع على الإجراءات المتخذة لاستقبال الإسناد لتعزيز الواقع الأمني في المنفذ، تمهيدا لوصول قوة أمنية ساندة تعمل على حماية المنفذ الحدودي من التدخلات الخارجية ومنع التجاوزات على الحرم الجمركي ومحاربة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام. هذا فيما أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري أن قوة من قيادة العمليات المشتركة ستصل قريبا إلى منفذ زرباطيا الحدودي. وذكرت مصادر صحفية أن الشمري وخلال زيارته منفذ زرباطيا الحدودي أشار إلى أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد. وأضاف الشمري أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد. مشاهدينا، وللحديث أكثر حول هذا الملف المهم ينضم معنا عبر الهاتف الخبير القانوني السيد طارق حرب. تحية لك سيد طارق. بداية يعني حدثنا عن إجراءات الكاظمي بإعادة وفرض السيطرة على المنافذ الحدودية للعراق، وخصوصا بعد يعني مجموعة فساد مؤخرا كشف يحصل بهذه المنافذ. كيف ترى هذه الخطوة، خطوة السيد الكاظمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرماء الأصفياء. تحية لك سيد طارق. بموجب الدستور العراقي فإن نعم. جميع المنافذ الحدودية تابعة للحكومة الاتحادية نعم. أي حاليا ممثلة بالسيد الكاظمي رئيس الوزراء. فالحكومة الاتحادية في بغداد هي مسؤولة عن كل منفذ حدودي. المنافذ الحدودية العراقية خاصة إلى ما وصلت إليه في زمن السيد عادل عبد المهدي أصبحت مغتصبة خارج نطاق سيطرة الدولة، خلافا للدستور وخلافا لقانون الجمارك وخلافا لقانون المنافذ الحدودية. يعني تدخل البضائع وتخرج وما نعلم شيء، يدخل الميليشيات والعصابات والمافيات وما نعرف شيء، يدخل المجرمين ويخرجون وما نعرف شيء. كان من اللازم اتخاذ هذا الإجراء، لذلك حسن من فعل أصاب صحيح القانون
عندما لجأ إلى هذه الخطوة الشجاعة الجريئة لتأكيد سيادة الدولة، لتأكيد هيبتها، لتأكيد وجودها في المنافذ. نعم. من غير المقبول أن البنك المركزي يبيع 80 مليار دولار سنويا، 80 مليار، لو فرضنا هاي استيرادات أن 5% الضريبة، ضريبة الجمركية، وليس 200% مثل ضريبة الخمور، فال 5% ضربي في 800 قطعة واضحة. اللي يطلع لنا الآن أقل من مليار أو مليار، يعني المبالغ كلها تروح. أي كتاب مزور أن المواد معفاة كان الله، تيجي يعني أي مواطن هسه يشوف أن الموبايل يشتريه هنا ويشتريه بسوق حرة مال دبي، يجد أن موجود هنا أرخص من سوق حرة دبي، يسأل ليش؟ الجواب لأن ما يدفعون، يدفعون القليل، يدخل الموبايل على أساس أنه دعابات أطفال. لاحظي حضرتك، هذا الأمر لابد أن الرئيس وزراء، لذلك كانت خطوة جبارة أن بدأ بكل المنافذ. لا يمكن أن يقال أنه لماذا تحركت عن المنافذ بالشرق وما تحركت عن المنافذ بالشمال بالإقليم، لا لا، هذا عذر غير مقبول، لأن أنا إذا سرقت وقدموا الحاكم أقدر أقول له لا تعاقبني لأن فلان سرق وما عاقبته، يقول له خذ جزائك ابني أنت والسيرة ذاك يجيك. لا عذرتك، اكو هواي يهاجمون الخطوة الجريئة للجمهور رئيس الوزراء باعتبار أن منافذ أخرى. نعم، أنا ما نقول لك لا، لكن نعم، نقول كل شيء بأوانه. طيب. المهم اكو هنا مخالفة، جريمة ارتكبت يستأصلها دولة رئيس الوزراء. طيب. القطعات العسكرية جاهزة وكل شيء يمكن اتخاذه. طيب سيد طارق، أنت تعرف أن هنالك منافذ شرعية ومنافذ غير شرعية، المنافذ الشرعية هل سيستطيع السيد الكاظمي السيطرة عليها؟ والمنافذ الغير شرعية هل سيقوم السيد الكاظمي بإغلاقها تماما برأيكم؟ نعم نعم، لأن قانون المنافذ الحدودية واضح، من يعترف إلا بالمنافذ الحدودية القانونية، وحدد القانون كيفية فتح أي منفذ. غير منفذ كنا نسميه قبل قشغ، لو سيدينا هل يقول القشغ شنو، يقول لك القشغ اللي يجي خلاف الجمارك ما يعطون عليه ضريبة، هذا قشغ المنافذ الأخرى، هاي جريمة تضاف إلى جريمة التهريب الجمركي اللي عقوبتها قد توصل إلى السجن المؤبد، لأن هذا يغير الحدود. لاحظي حضرتك، فأقول أن الأمر يشمل الاثنين، المنافذ القانونية التي فجحت بأمر الدولة، والمنافذ غير القانونية المفتوحة بغير أمر وإرادة. جميل. الدولة. سيد طارق، اليوم لو أردنا أن نتكلم بتفاصيل أكثر، إيرادات المنافذ الجمركية توازي إيرادات النفط في العراق أكثر أم أقل؟ لا ما نقدر الرقم، الرقم النفط شيء وهاي شيء، يعني بشكل تقريبي شيء كبير يا بنت وادم، يعني 10 مليارات دولار يعني تساوي 25 تريليون، ال 25 تريليون يمكن الحكي بيناتنا تكفي رواتب الموظفين على الدولة 6 شهور، يعني مو قليلة. شوف لو لاحظتك، يعني اكو دولنا، يعني هاي لبنان والأردن جيراننا عايشين على الملف الحدودي وعلى الموبايل فقط، لا عندهم كل شيء ولا روح وتعال. فتجد ان شيء كبير تفي بمتطرف. ثم قانون يا سيدتي، ليش انت تجيبين بضاعتك ارخص تبيعها؟ لان اخليها بدون ضريبه، وانا لانه ملتزم بالقانون ادفع ضريبه تكون بضاعتي اغلى. هذا الاساس. طيب جميل. سيد طارق، يعني ايضا انت رايت التغيرات التي اجراها السيد الكاظمي على رؤساء اداره بعض المنافذ الحدوديه للعراق، كيف ترى هذه التغيرات اليوم؟ اذا اردنا ان نقرا هذه التغيرات الى اي مدى تصب بمصلحه البلد؟ كل شيء تتخذ الحكومه الاتحاديه في بغداد مصلحه البلد. ماكو مصلحة الشخص، لا تعتقدين. نعم. يعني الأمور تصير مصلحة موظفين، نعم قد يكون موظفين فاسدين، نعم، لكن الأصل أن أخليها في باب الموازنة العامة في خزينة الحكومة كما يقال. أما الاستئثار لاحقا على جزء منها أفضل بكثير من أن تكون
يعني قل لحضرتك امر، يعني قبلين تخلش عطهم عطوا جرار الخيط من هالمنافذ الحدوديه والحكومه العراقيه ما تدري به، هذا الذي يحصل. الاصل هذا يعني تركينا من مبالغ النزيه، لكن اكو جانب امني شنو يدخلون هالقد الف الاف المؤلفه في اوقات محدده وغير محدده، غير الحكومه يجب ان تبسط رأيه، غير تعرف اللي يدخل، غير تاخذ معلومات عنه. اكو واحد يدخل دوله اذا ما تاخذ الدوله معلومات عنه نهائيا. فالاصل ان اكو ناس تدخل وتطلع وتجيب مخدرات وتجيب سواه، ومع ذلك ما حد يدري ليش، لان الملف انتهنا. إذن يعني هذا الملف هو ملف كبير وشائك، والدليل أن هنالك يعني بعض الجهات السياسية تتحدث بأنه حتى الحكومة المحلية والاتحادية لن تستطيع حتى في السابق السيطرة على موضوع ملف الجمارك أو المنافذ الحدودية. صحيح اللي تفضلت به صحيح، وراء مافيات، وراء مليارات، وراء ميليشيات، وراء أمور سياسية، كل ما تفضلت به صحيح، لكن لما تتوفر الإرادة، لما الإنسان يكون صاحب عقل وطني وقلب عراقي، لا ينتج المستحيل. أنا أقول حتى لو ما تقدر الحكومة على 100% مما يحصل، 60% 70% 50% جيد جدا، لأن هسه كل شيء ماكو، يدخلون المخدرات وما تدري من دخل المخدرات، يعني معقولة؟ أبنائنا بغداد وغير بغداد ملوها مخدرات، هاي تدخل اكو منافذ تدخلها؟ على اي اساس تدخلها؟ شلون تدخلها؟ لولا ان هنالك جهات ميليشيات، جهات فصائل مسلحه او شيء من القبيل تتحكم بدخولها. لانه يوافق. سيد طارق، يعني بعيدا عن هذا الملف، تحويل الادارات، موضوع تحويل الادارات الى ادارات واسنادها الى ادارات مؤسساتيه، هل ستقود السيد الكاظمي الى نجاح اكبر؟ والله السيد الكاظمي الرجل كان حسن النية. نعم. واجى بقلب منفتح على العراق، وده يتخذ اجراءات احنا متابعين يا اصحاب الشأن، اصل لي قربنا مثل ما يقول على بلادنا. نشوف الى حد الان يعني عمل شيء جميل، ما صدر منه غير الجميل لهالبلاد. هو هاي يعني بعد يومين لما يروح للسعودية، اذا يفتح خط ليه السعودية، الامور كلها تصير جيدة جدا. شوفي له لا يكون مثل شو اسمه العباس، الدكتور حيدر العبادي. نعم. فتحوا بعدين غلق الباب سكت لما اول هذا. اذا استمر بهذا الامر الكهرباء تنقضي عليها، كما يقال البضاعه الرخيصه الزينه، يجينا استثمار مو حراميه، هسه استثمار حراميه كلها يجون ياخذون الاراضي مالتنا ويسووها مولات، تمام؟ ولا يجون ذولاك يستثمرون يشغلون القاعدين، يشغلون ابو البسطيه، يشغلون ابو المسطر، ابو الشمبر، هذا هو الاساس المتوالي. اعتقد ان الامور ستكون جيده جدا. نعم، السيد طارق حرب الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك، تحيه لك. اخبار بلا اسرار. أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي أن الوزارة تسعى لافتتاح منفذ عرعر الحدودي وتنشيط الجانب التجاري والاقتصادي مع السعودية. وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، كد أن الشبلي ترأس اجتماع للجنة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عن اللجنة التنسيقية العراقية السعودية. وأشار الشبلي إلى أنه تمت مناقشة أهمية انفتاح العراق على العالم بصورة عامة ودول الجوار بشكل خاص لتمتين العلاقات وفتح أفاق تعاوني في مجال النقل كافة، سواء كان النقل البري أو البحري أو الجوي، لتفعيل التجارة وتنشيط الجانب الاقتصادي العراقي، موجها أعضاء اللجنة والحضور بالعمل الجاد والمتواصل خلال الفترة المقبلة، واعتماد آلية عمل جديدة لتسريع افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية. حذرت وزارة الزراعة من تأثر القطاع الزراعي في العراق بالأعوام المقبلة في حال عدم الاتفاق مع تركيا على توزيع عادل أو على توزيع عادل للموارد المائية. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف في تصريح صحفي أن مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم، بل هي منذ سنوات عدة، مبينا أن المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه. وأشار
أشار إلى أن وزير الموارد المائية نستبشر به خيرا باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض، مؤكدا أن تحضيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة. وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت الجامعات والكليات الأهلية بالسماح للطلبة بالدخول إلى الصفوف الإلكترونية لأداء الامتحانات بغض النظر عن دفعهم أجور الإقساط الدراسية وتأجيل دفع الإقساط إلى حين تسليم النتائج أو إلى بداية العام الدراسي المقبل. وقال وزير التعليم العالي نبيل عبد الصاحب في تصريح صحفي أن الوزارة وجهت إعماما رسميا إلى جميع الجامعات والكليات الأهلية يتضمن وجوب التزام الكليات والجامعات بإدخال الطلبة إلى الامتحانات الإلكترونية حتى وأن لم يسددوا إقساط الأجور الدراسية، وأن يؤجل دفع الإقساط إلى حين تسليم النتائج أو بداية العام الدراسي المقبل نظرا للظرف الصحي والاقتصادي الذي تمر به البلاد ولما تشكله الأجور من عبء على كاهل المواطنين بشكل عام. هذا وتواصل شركة أشور العامة للمقاولات الإنشائية إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العمل على إعادة إعمار جسر الموصل الثالث أبو تمام في محافظة نينوى والذي يبلغ طوله 660 متر وبعرض 50 متر وبكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16.3 مليار دينار. مدير عام الشركة المنفذة المهندس سيف سامي أكد لقناة سامراء أن إتمام ربط الكادر الرابع من القوس الحديدي للفضاء السادس في جسر الموصل الثالث والعمل مستمر لإكمال القوس الحديدي في أقل من شهر، وأضاف سامي أن العمل جار لإكمال إصلاح الشقوق والتشظي والفتحات في جسم الجسر للفضاء الرابع والخامس، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز العمل عالية، وبيّن أن هذا جسر من المؤمل إنجازه نهاية العام الحالي للتخفيف من الزخم المروري داخل مدينة الموصل، وسيؤثر بشكل كبير على حركة وتنقل البضائع والمواد الإنشائية داخل المحافظة. قالت عضو لجنة التربية في البرلمان النائبة هدى جار الله أن اجتماعا مرتقبا مع وزارة التربية سيتم الهدف منه حسم مصير امتحانات المرحلة الإعدادية. وقال جار الله في تصريح صحفي أن موعد امتحانات السادس الإعدادي ما زال قائما ولا توجد نية لتأجيله أو إلغائه، ونحن داعمون لأي قرار يصب في مصلحة الطالب العراقي. وأضافت أن المعدل التراكمي للطلبة لا يخدم عددا منهم فيما يخدم طلابا آخرين، ونحن نعمل على أن يكون الطالب مخيرا بين التراكمي أو تأدية الامتحان. وتابعت جار الله أن لجنتها ستعقد اجتماعا مع وزارة التربية خلال الأسبوع الجاري لحسم ملف الامتحانات، وسنقدم طلبا رسميا بأن يكون الطالب حر باختيار المعدل التراكمي أو الذهاب إلى الامتحان. وجهت وزارة التربية اللجنة الدائمة للامتحانات كتابا رسميا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسماح لطلبة الدراسة الإعدادية بأداء الامتحانات العامة للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019-2020 في أبنية الجامعات والكليات والمعاهد. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير التربية أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على مقترح لوزارة التربية وأوعز إلى جميع الجامعات بأداء الامتحانات المرحلة الإعدادية في أبنيتها، وذلك للحفاظ على قوة الامتحانات العامة ورصانتها وسهولة إدارتها لإنجاح سير تلك الامتحانات. رأى مختصون في الشأن السياسي أن على الحكومة العراقية استقطاب الإداريين والاقتصاديين والعسكريين من الأكفاء والناجحين من أجل تطوير مؤسسات الدولة.
هي الثورة الاقتصادية والثورة الإدارية مطلوبة، والبلد يحتاجها بشكل عميق أكثر من أي وقت كان. أعتقد على الدولة النظر في هذا الموضوع، البحث في كيفية استقطاب الإداريين الناجحين، الاقتصاديين الناجحين في إدارة البلد. يجب دراسة الخطط بشكل عميق بحيث لن يتم هناك أي تعثر لهذه الخطط. إذا ما كان عندك الإنسان المختص في هذا المشروع التطويري الاقتصادي الصحي التعليمي القانوني، فأكيد ستواجهك بعض التعثرات احتمال يكون لها الأثر السلبي الشديد على البلد وعلى الشارع العراقي. فأعتقد الحكومة الحالية يجب أن تنظر بعمق في كيفية استقطاب الناس المؤهلة المتخصصة في إدارة هذه المشاريع. يعني قراءة لواقع الواقع على الأرض اللي هو إصلاحات السيد الكاظمي، بدأ في حتى باختيار كابينة الوزارية في الجانب الأمني، وزير الداخلية رجل مهني عسكري، ووزير الدفاع مهني أيضا، حاليا الأمن الوطني رجل عسكري ومهني عبد الغني الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب أيضا. إذن هو في اتجاه الطريق الصحيح في الجانب الإصلاحي في الاستراتيجية العسكرية الأمنية. الجانب الثاني أيضا غير في الجانب فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. الحقيقة هذا الموضوع هو ما يتمناه المواطن العراقي وما خرجت من أجله ساحات التظاهر. للأسف الشديد هنالك كثير من الصعوبات والمشاكل التي تعترض تنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي تسعى إليه الجماهير العراقية في الوقت الحاضر. أعتقد إذا أريد أن تكون هنالك ثورة إدارية وثورة على الواقع الفاسد، وهذا ما يطمح إليه المواطن العراقي من أجل الحقيقة من أجل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة له، ومن أجل واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي جيد، نحن بحاجة إلى انتخابات مبكرة. الانتخابات المبكرة بشروطها إذا ما حدثت ووصلت عناصر وشخصيات سياسية جديدة إلى مجلس النواب، أعتقد هو هذا الحقيقة المركز الأساسي أو لب موضوع الثورة الإدارية على الفساد وعلى الواقع. أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي أن الربط الخليجي في الطاقة سيسهم في إنهاء جزء كبير من معاناة أزمة الكهرباء في العراق. وقال العبادي في تصريح صحفي أن الكهرباء لم تلبي طموح المواطنين من حيث تجهيزهم بالطاقة، وهنالك إخفاقات كبيرة بملف الطاقة، مبينا أن هنالك إخفاقات بقطاع الكهرباء يتم معالجتها وفق سقوف زمنية، ونحن نتطلع لقرارات حكومية تحاسب من أخفق في قطاع الكهرباء، وأعرب عن اعتقاده أن تراجع ساعات التجهيز للكهرباء هو بسبب تحويل المناطق العشوائية والزراعية إلى سكنية، ما يلزم البرلمان لتشريع قانون لتنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية لتنظيم الشبكة الكهربائية. انتقد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي قرارات لجنة الصحة والسلام الوطنية، معتبرا قراراتها متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق. وقال المحمداوي أن هذه اللجنة يشوبها الكثير من عدم المهنية، ولا سيما بعد إضافة عدد من المستشارين من خارج المنظومة الصحية وعدم الأخذ برأي مستشاري الأوبئة في وزارة الصحة، ما أثر سلبا على قرارات اللجنة وابتعد بها عن المهنية في التصدي لوباء كورونا. وأضاف أن القرارات الأخيرة تبين مدى التناقض في إدارة الأزمة، فمن جهة تعلن الجهات الصحية ارتفاعا في معدل عدد إصابات كورونا الجديدة في العراق، ومن جهة ثانية تقرر اللجنة رفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا، وهذا بحد ذاته كاشف عن أزمة داخل اللجنة. الصحة تسجل 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا. حياكم الله.
أعلنت وزارة الصحة والبيئة السبت تسجيل إصابة جديدة و2049 حالة شفاء. وقالت الوزارة في بيان أنه تم فحص 15229 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، والتي أثبت تسجيل 2049 إصابة، مشيرة إلى أنها سجلت 1997 حالة شفاء في العراق فضلا عن 75 حالة وفاة. هذا وأعلنت خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المتحدث باسم الخلية جمال عقاب في بيان أنه تم تشخيص 58 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة صلاح الدين، مبينا أن الإصابات توزعت في مستشفيات سامراء وصلاح الدين وبلد والشرقاط وبيجي. وأشار عقاب إلى أن المحافظة سجلت 17 حالة شفاء مؤكدة وحالتي وفاة. مشاهدينا، وللاطلاع عن آخر المستجدات بمحافظة صلاح الدين ينضم معنا من هناك بالصوت والصورة مراسلنا مصطفى الوحادي. أهلا بك مصطفى، بداية يعني حدثنا عن الوضع الصحي والأمني من حيث ناحية قرار حظر التجوال في المحافظة، تفضل. كما تعرفون الإصابات في محافظة صلاح الدين بدأت يعني بعد يوم، اليوم يعني محافظة تسجل أقل إصابات من باقي المحافظات. نعم. أيضا بتزايد اليوم في المحافظة، أيضا اليوم يعني اليوم محافظة صلاح الدين بدأت يعني بالتجديد أيضا على الحظر والاختلاط عقوبات أيضا على كل من يخالف هذا الحظر. اليوم حقيقة يعني الوضع الصحي في داخل المحافظة، نعم، مختصين ايضا في الشؤون الصحيه ايضا وخليه الازمه، بدات محافظه صلاح الدين تسيطر اليوم المنتشر في المحافظه من خلال فرض حظر التجوال ايضا ونشر مفارز طبيه ايضا في وايضا المحافظه الوضع الامني يعني فقط اليوم عندك اليوم، نعم، هناك يعني خروقات. نعم، يبدو أن فقد الاتصال بالزميل مصطفى وحادي، سنعاود الاتصال بك بعد قليل مصطفى، شكرا لك. افتتح وزير الصحة الدكتور حسن التميمي مركز الشفاء السادس في محافظة ميسان، وقالت مصادر صحفية أن التميمي وصل إلى محافظة ميسان للاطلاع على الواقع الصحي ومستوى الخدمات المقدمة لمصابي فيروس كورونا، لافتا إلى أن وزير الصحة افتتح مركز الشفاء بسعة 80 سرير الذي قدمته العتبة الحسينية إلى ميسان لمواجهة فيروس كورونا. وأشارت المصادر إلى أن التميمي وجه تخصيص المبالغ المالية لصحة ميسان، كما وجه بمتابعة ملف المستشفى التركي وإكمال مراحل إنجازه. مع ارتفاع حدة الإصابات بفيروس كورونا في العراق، اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عددا من القرارات التي لاقت انتقادات من قبل بعض النواب والمختصين بالمجال الصحي والتي وصفوها بالمتخبطة. التفاصيل بسياق هذا التقرير. أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العديد من القرارات المتعلقة بمحاربة جائحة كورونا، منها تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من الساعة 9:30 مساء إلى 5:00 صباحا، مع شمول أيام الخميس والجمعة بالحظر التام، على أن يتم إعادة النظر في رفعه كليا بعد عطلة عيد الأضحى، فضلا عن السماح بإعادة فتح المولات ومراكز التسوق شريطة أن يتم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي، كذلك السماح بإعادة فتح المطارات اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، إضافة إلى السماح بإعادة فتح بعض المنافذ الحدودية للتبادل التجاري. هذه القرارات لاقت سخطا من بعض النواب والأكاديميين، سيما مع تصاعد حدة الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا بشكل واسع
في مختلف المحافظات العراقية، حيث انتقد النائب جمال المحمداوي قرارات اللجنة التي اعتبرها متناقضة وتبين مدى التخبط في إدارة الأزمة الصحية في العراق، فيما اعتبرت نقابة الأطباء أن قرار تمديد إغلاق العيادات الطبية الخاصة مع السماح بفتح المراكز التجارية والمولات يشكل مفارقة لاستهداف الطبيب العراقي، مهددة باللجوء لمواقف وخطوات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب العام في حال حصول أي تعرض على الأطباء في عياداتهم. لكن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عللت اتخاذ تلك القرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة إلى الأعباء الاقتصادية الكبيرة على البلاد، وتسود المخاوف من ازدياد معدلات الوفاة والإصابات، سيما ومع أن العراق بات يحتل المرتبة الثانية بعدد الوفيات جراء الجائحة في الوطن العربي بحسب إحصائيات رسمية. مشاهدينا، وبالعودة إلى زميل مصطفى وحادي مراسلنا من صلاح الدين، ولكن ينضم معنا عبر الهاتف من جديد. أهلا بك مصطفى، يعني حدثتني عن بعض الأمور التي تخص الوضع الصحي لمحافظة صلاح الدين قبل قليل، هل لك أن تحدثني الآن عن التزام المواطنين بقرار الحظر المفروض عليهم؟ كيف يبدو الوضع في المحافظة الآن؟ تفضل. نعم، حقيقة كما تحدثت لك، اليوم محافظة صلاح الدين بدأت اليوم تسجل يعني حالات شفاء يعني بتزايد يعني بجهود أيضا اليوم الكوادر الصحية اليوم في المحافظة أيضا ومتابعة خلية الأزمة. اليوم حقيقة اليوم محافظة صلاح الدين يعني أهالي المحافظة بدأوا يلتزمون بقرارات حظر التجوال، إلا الفئة القليلة اليوم لم تلتزم بهذا الحظر. اليوم خلية الأزمة وضعت أيضا شروط على اليوم المواطنين مقابل أيضا الخروج والذهاب إلى الأسواق. اليوم حقيقة اليوم بحسب المختصين وبحسب أيضا مدير صحة صلاح الدين بدأ يقدر عليه داخل المحافظة. نعم. طيب مصطفى، حدثني عن الوضع الاقتصادي داخل محافظة صلاح الدين. وردتنا أنباء كثيرة بأنه هنالك الكثير من أصحاب المحال التجارية ممن تضرروا بسبب طبعا إجراءات الحظر وغيرها والأعداد الإصابات، المهم تضرروا بسبب الوضع في صلاح الدين، الوضع الصحي والأمني، والكثير منهم قاموا بإغلاق محالهم. حدثني عن هذا الموضوع. نعم، حقيقة اليوم عند تجوالنا في داخل المدينة التكريت اليوم يعني يطالب العديد من أصحاب المحال التجارية اليوم في المحافظة بضرورة اليوم يعني بإجراء قانون أو توصية من قبل رئيس خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين بخصوص أيضا الإيجارات التي يدفعونها لأصحاب الأملاك. اليوم حقيقة اليوم كما تعرفين اليوم أكثر من 12 يوم وأغلب المحال التجارية تغلق أبوابها في الشهر، اليوم يعني حقيقة اليوم نصف الشهر هو غالق أبواب محلة، وكما تعرف في اليوم الحركة الاقتصادية ضعيفة جدا داخل المحافظة، فطالب اليوم العديد من المواطنين اليوم داخل مدينة تكريت عيادات طبية ومحال تجارية ومحال بيع الملابس أيضا اليوم طالبوا بضرورة أيضا أن يخفف اليوم عن الإيجارات المدفوعة مقابل هذا الشيء. يعني هل فعلا الكثير منهم حتى لم يستطيعوا دفع الإيجار أو تسديد أجور الإيجار؟ نعم، حقيقة اليوم الكثير من أصحاب المحلات التجارية لم يستطع أيضا دفع الإيجار المفروض عليه اليوم كما تعرفين يعني مغلق محلة أكثر من أسبوعين في الشهر. نعم. يعني خميس جمعة سبت كل أسبوع اليوم مغلق محلة، يعني 12 يوم تقريبا بالشهر اليوم مغلقة محالهم، لا يستطيع يعني إخراج يعني الإيجار أو يعني اليوم يعني حقيقة يعني يمرون بظروف اقتصادية صعبة أصحاب المحلات التجارية المتواجدة في مدينة تكريت. نعم، الزميل مصطفى وحادي مراسلنا من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك ولكل المعلومات، تحية لك، شكرا. أخبار بلا أسرار. اعتصام مفتوح يطبقه خريجو كليات العلوم أمام مبنى وزارة الصحة من أجل تعديل قانون التدرج الطبي والصحي منذ 31 يوما. وزارة الصحة لم تطبق هذا التعديل الذي تم التصويت عليه والذي على أساسه يتم تعيين خريجي العلوم. منذ أكثر من شهر يعتصم خريجو كليات العلوم أمام مبنى وزارة الصحة مطالبين بتعيينهم على ملاك الوزارة حسب قانون التدرج الطبي والصحي المعدل لسنة 2019، والذي أدرج من خلاله اختصاص العلوم ضمن الأقسام الطبية التابعة لوزارة الصحة.
صارنا 31 يوم محتصمين أمام وزارة الصحة. طبعا كتفاصيل حملتنا من 2015 لحد الآن لحد نهاية 2019 احنا حاولنا بكل جهدنا انه نعدل القانون التدرج الطبي والصحي رقم 6 لسنة 2000. بنهاية 2019 عدلنا هذا القانون وشملت العلوم على قانون التدرج الطبي والصحي وصارت من ضمن الأقسام الصحية التابعة لوزارة الصحة. بعد ما تعدل هذا القانون من شهر الواحد ب 2020 إلى الشهر السابع هذا صار 7 أشهر لحد الآن وزارة الصحة ملزمة أنه تنزل تعليمات ملزمة أنه تحدد النسبة والآلية لكن يتحججون بحجج واهية الأوامر الجامعية وغيرها وهي كتابنا وكتابكم. المعتصمون ناشدوا رئيس الوزراء ووزير الصحة بالنظر لوضعهم وإنصافهم في هذه الظروف التي يشهدها البلد، كما أعلنوا استعدادهم للعمل بالمجان على أن تلتزم الحكومة ووزارة الصحة بضمان حقوقهم في المستقبل. نحن خريج كليات العلوم، يعني صار لنا 31 يوم ما حد إجانا وواحد ما حد وصل لنا، الله أكبر عليهم. يعني لو واحد من عندهم خلي يجي يذوق حرارة هاي الظهرية اللي تمر علينا، والله اليوم بسنة، والله اليوم بسنة، الله أكبر عليهم. وإحنا حاليا نمر بأزمة وهم محتاجين كوادر، يعني يروح يجيب لي كوادر من الهند ومن إيران وهاي الكوادر الصحية نايمة هنا. نحن مستعدين خريج كليات العلوم الكليات الساندة أن نعمل بالمجان، بس بشرط أن يضمن حقي على إقرار الموازنة. لا ليس سنة واحد سنة 20 سنة 2020 مستعد أعمل بالمجان كمتطوع، بس شرط أنه يضمن حقي. أكثر من شهر مرت على اعتصام خريجي كليات العلوم أمام مبنى وزارة الصحة منتظرين النظر لمطالبهم بتعيينهم على ملاك وزارة الصحة كونها الوزارة الوحيدة التي تهتم بهذه الشريحة. من بغداد علي الحسني، سامراء الفضائية. وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تسجيل السيارات الكترونيا في بغداد والمحافظات، وقال الغانمي في بيان أن الاهتمام بطلبات المواطنين هو من أولويات عملنا في وزارة الداخلية، وبسبب جائحة كورونا كان هنالك إيقاف لعمل عدد من الدوائر بينها مديرية المرور العامة، وأضاف ولكثرة المناشدات الواردة إلينا فقد وجهنا بفتح التسجيل لأول مرة للسيارات عبر البوابة الإلكترونية في بغداد والمحافظات على أن يتم دراسة فتح التسجيل لمواضيع أخرى لدوائر الوزارة في القريب العاجل. أعلنت وزارة الداخلية أن الدوام في مديرية المرور العامة سيعود تدريجيا بدءا من يوم غد الأحد مع اعتماد أقصى درجات الحذر واتباع الإجراءات الوقائية. وذكرت الوزارة في بيان أن مديرية المرور ستباشر بتقديم خدماتها للمواطنين بشكل تدريجي في محافظات البلاد كافة اعتبارا من يوم غد الأحد، وستبدأ بخدمة تسجيل المركبات غير المسجلة، أي تسجيل لأول مرة، على أن يكون تقديم المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للمديرية، حيث يقوم المواطن بحجز رقم للمراجعة وتقوم المديرية بتحديد موعد ومكان مراجعته لتسجيل المركبة غير المسجلة. وأضاف البيان أنه بعد خدمة تسجيل المركبات ستطلق المديرية خدماتها تدريجيا كما تم ذكره سابقا، وستكون الخدمة القادمة هي نقل ملكية العجلات وتسجيلها بشكل رسمي باعتماد الآلية ذاتها المشار إليها بالفقرة السابقة، وبعدها تطلق الخدمات المختلفة للمديرية تباعا. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قدرة الحكومة العراقية على حماية الشركات المستثمرة في العراق، وقال رسول في تصريح صحفي أن الحكومة العراقية قادرة على حماية الشركات المستثمرة، مبينا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ مجموعة خطوات جريئة على رأسها السيطرة على المنافذ الحدودية، وأضاف أن الحكومة تريد أن يكون هنالك استثمارات وبناء وشركات وأن تكون هنالك فرص عمل لشبابنا الذي وقف مع القوات الأمنية. وتابع رسول أن الأمن سيتوفر ليس لكل الشركات فقط وإنما لكامل الشعب.
اختتمت أمرية الانضباط العسكري واجب أسبوع الضبط العسكري، يأتي ذلك ضمن سلسلة الواجبات التي تنفذها الأمرية، والهدف منها محاسبة أصحاب العجلات والمنتسبين غير الملتزمين بالزي العسكري والقيافة الكاملة. السيد القائد العام القوات المسلحة والسيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش وبإشراف مباشر من السيد معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، تختتم أمرية الانضباط العسكري فعالية أسبوع الضبط اللي نحافظ بها على السياقات العسكرية الصحيحة. ومن خلال قناتكم الكريمة أحب أوضح بعض النقاط للإخوان اللي شفناها بالتعليقات، إنه مسؤولية الانضباط العسكري إدامة الضبط لكافة القطاعات التي ترتبط بوزارة الدفاع فقط، وهذا أسبوع الضبط هي حقيقة فعالية إحنا نمارسها نرجع بها لسياقاتنا القديمة ونرجع لأصول الضبط العسكري. وأعتقد أنه الكل متفق على هاي النقطة، والكل أنه يحب يرجع جيشنا بأحلى صورة وأبهى صورة موجودة. تم تنفيذ واجب انضباط الأسبوع الضبط العسكري بكافة أفواج أمرية الانضباط العسكري، وكان الأسبوع الضبط من 11/7 لغاية 17/7، وتم محاسبة العسكريين ومعاقبة المخالفين التابعين إلى وزارة الدفاع. إن شاء الله بدينا في هذا الأسبوع، عندنا أسبوع ضبط على المخالفين، وإن شاء الله مستمرين بعملنا على المخالفين والحالات يعني الغلط اللي ما لابس بيرية، الحالات يعني غلط اللي طالع بدون بطاقة عمل بالسيارة العسكرية، هذا الشيء ما يصير، وإحنا إن شاء الله مستمرين بالضبط العسكري حسب توجيهات رئيس أركان الجيش. مشاهدينا، ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الكاظمي الشهيد الخزرجي كان مجدا ووطنيا في كل الواجبات والمهام التي أكلت إليها. تركي يطالب بدعم الحكومة لإقرار موازنة 2020. والشمري قوة من العمليات المشتركة ستصل قريبا لمسك منفذ زرباطية. مختصون يشددون على ضرورة أن تستقطب الحكومة الكفاءات لإدارة مؤسساتها. مشاهدينا، النشرة انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء، شكرا لكم.